بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنواصل في محاضرتنا عن طرق التنبؤ، فحنتكلم عن الترند بروجكشنز، اللي هو ببساطة حنتكلم بشكل تاني عن الانحدار الخطي البسيط. وكلنا عارفين الانحدار الخطي البسيط هو شنو، لأنه الشكل المعدات للانحدار الخطي البسيط بأنه بيكون عندي متغيرين، متغير مستقل ومتغير تابع. ده تشوف أثر المتغير المستقل على المتغير التابع، وكنا بنرمز للمتغير التابع بـ y والمتغير المستقل بـ x. أما في السلاسل الزمنية، أنا داير أتنبأ بقيمة لـ f بالاعتماد على قيمة معطى اللي هو الزمن. فبالتالي المتغير التابع هيكون عبارة عن F، والمتغير المستقل هيكون عبارة عن T. زي ما بوضح عندك هنا في المعادلة ظاهرة أمامك هنا، دي معادلة انحدار الخط البسيط. الـ FT بتساوي A بلس B مضروب في T. الـ A اللي هو الانترسبت، والـ B اللي هو السلوب. فدي المعادلة من خلالها بقدر أتنبأ لأي قيمة من أي زمن معطى. معادلة الـ A والـ B موضحة هنا أمامك، اللي هو دي نفس المعادلات اللي كنا بنستخدمها في الانحدار الخطي البسيط، باستبدال أي متغير بتاع Y هستبدله بـ F، وأي متغير لـ X هستبدله بـ T. ودي المعادلات بتاعتي. نقوم ناخد مثال. عندنا البيانات الظاهرة أمامك هنا، اللي هو عندي السنين بادية من 2001 لحد 2005، المبيعات بادية من 7 وبينتهي عند 13، فداير أتنبأ عند السنة 2008. فبقوم بعمل جدول، الجدول فيه F اللي هو ده الفوركاست فاليو او الاكشوال فاليوز، اللي هو 7 وال10 وال9 وال11 وال13 باخدها. وبعد ذاك عندي التي، بقوم بكون الزمن بتاعي. انا عندي السنين باديه من 2001 لحد 2005، فبالتالي هكون من 1 لحد 5. وبعد ذاك بشوف المعادله بتاعت البي، بحتاج فيه انه ده اوجد سميشن تي في اف، فبقوم بوجد تي في اف بكل السنين، وبعد ذاك بوجد المجموع اللي هو 163، بشيله بعوضها في المعادلة بتاعتي، ماينس سميشن اف اللي هو ده الاف، والسميشن تبعه ب50 بشيله بعوضها هنا. عندي سميشن تي، ده التي السميشن اللي هو 15 بشيله بعوضها هنا، وهكذا بعوض في المعادلة. وبالتالي قيمة البي هيطلع لي ب 1.3. اما الاي اللي هو عبارة عن الوسط الحسابي للـ F، ده الـ F المجموع 50 هقسمه على عددهم على 5، يعني هيطلع لي بـ 10 ناقص الـ B أوجدتها قبل شوية بـ 1.3 مضروب في الوسط الحسابي للـ T. ده السمشن بتاعتي بقسمه على عددهم اللي هو على 5، هيكون عبارة عن 3، فبالتالي الناتج هيطلع لي بـ 6.1. وبالتالي معادلة الانحدار الخطي البسيط F هيساوي لي 6.1 زائد 1.3 مضروب في T. وبالتالي عشان أتنبأ عند السنة 2008، أو بمعنى تاني أقدر أتنبأ عندما T بيساوي 8، لأنه نحن في الكودينج بدأنا من 1 لحد 5. 2008 معناتها هيكون الكود تبع T هيكون ب8، فبالتالي حاجة في المعادلة بتاعت الانحدار الخطي البسيط التي هعوضها ب 8، وبالتالي الفوركاست فاليو هيكون 16.5، ده عند السنة 2008. طيب، مرات الكالكوليشن بياخد زمن طويل في حل المسألة، ففي طريقة أبسط من كده، بأنك أنت بتدي كود للتي أو للتايم بحيث انه يبسط لك مساله الكالكوليشن. بمعنى الان السنين عندي من 2001 لحد 2005، عدد السنين فردي، فبالتالي بتاخذ الراوة في النص او السنه في النص اللي هو 2003 دي، بكودها بالقيمه صفر،
وبعدك بوزع الكودينج للسنين. طالما هنا في 2003 بصفر، الجدول حيكون بسالب واحد، وعند 2001 حيكون بسالب اثنين، ونفس الكلام بينطبق على 2004 حيكون بموجب واحد، 2005 حيكون بموجب اثنين. فبالتالي التي حيكون عبارة عن سالب اثنين، سالب واحد، صفر، موجب واحد، موجب اثنين. ولاحظ انه لما اوجد السميشن للتي حيطلع لي هنا بدل 15 حيكون بصفر، وبالتالي الاسلوب او البي حيكون عبارة عن سميشن اف في سميشن تي، سميشن تي حيكون بصفر، فبالتالي ده كله حيروح في الجانب ده. وفي المغام السميشن تي كل تربيع حيكون برضو بصفر، ده كله حيروح، والان حيمشي مع الان، حيروح مع الان، فبالتالي حيفضل لي في المعادلة بتاعت البي سميشن تي في اف على سميشن تي تربيع. وبالتالي كده بسطت المعادلة بتاعتي. ونفس الشيء بينطبق على الـ A، الـ A حيكون بيساوي الوصل الحسابي للـ F ماينس B مضروب في الوصل الحسابي للـ T، حيكون اللي هو بصفر، وبالتالي الـ A حيكون عبارة عن فقط الوسط الحسابي للـ F. وكده بسطت الكالكوليشن، وبالتالي الحل حيكون أسرع. لكن الكلام ده لما يكون عدد السنين فردي، لما يكون عدد السنين زوجي فبتخط السنتين في النص بموجب واحد سالب واحد، وبعدك توزع الكودينج على باقي السنين بحيث تضمن انه سميشن تي بيساوي لك صفر، وبعدك تطبق المعادلتين دي اللي هو البي حيكون بيساوي سميشن تي في اف على سميشن تي تربيع، والاي حيكون عباره عن وسط الحسابي للإف. ده بالنسبة لي، ده كلامنا كله عن الترند بروجكشنز. نقوم نمشي لموضوع تاني اللي هو الديسيز رايزنج فوركاست، اللي هو بيكون عندي الاكشوال فاليو في العادة بيكون في عنده الخاصية بتاعت السيزوناليتي، لو شايفين امامك هنا في الرسمة. فبحتاج انه اول حاجة اعمل له سموث للداتا بتاعتي عشان اقدر اتنبأ، اللي هو يعني زي كأنما دار عمل ديسيزولايز للداتا بتاعتي بالشكل اللي امامك هنا. بعدك بعمل فوركاست بالطريقه اللي اخذناها قبل شويه بطريقه الترند بروجكشنز او بطريقه الانحدار الخطي البسيط، وبعدك برجع الداتا لاصلها بالشكل ده. فبالتالي عشان اعمل ديسيزولايز للداتا بتاعتي هقوم اقسم الاكشوال داتا على الاس اي اللي هو اختصار للسيزونال اندكس اللي هناخده اسف بعد شويه هنوضحه لك في المثال الجاي. وبعدك هنعمل ريسيزونالايز للفوركاست اللي هو يعني في المعادله الاولى هنا دي الطرفين في وسطين، هيكون الريسيزونالايز فوركاست عباره عن الديسيزونالايز فوركاست مضروب في السيزونال اندكس، بحيث انه السيزونال اندكس هو عباره عن الراتيو بين الاكشوال ان الافريج ديماند. الكلام ده هنوضحه اكتر في المثال الظاهر امامك هنا. عندي 3 سنين، في كل سنة عندي فيها الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، ودي القيم بتاعتي. المطلوب من السؤال انه داير اتنبأ عند الربع الاول في سنة 2006، يعني داير اتنبأ في 2006 الربع الاول الفوركاست فاليو هيكون كم. فعندي مجموعة خطوات هعملها. الخطوة الأولى بتجيب الوسط الحسابي لكل سنة، يعني في سنة 2003 بتحسب ال 72 مجموع تجمع لهم ال 64 تجمع لهم ال 63 تجمع لهم ال 75 تقسمهم على عددهم على 4، يعني بيطلع لي الأفريج ب 68.5. ونفس الكلام بينطبق على 2004 لو طلع علي ب 73.5، في سنة 2005 الوسط الحسابي هيطلع لي ب 76.5. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بشيل الأكشوال فاليو في كل خلية في الجدول الأول دي بقسمه على الأفريج تبعه، يعني مثلا ال 72 دي بقسمه على الأفريج تبعه اللي هو 68.5 بيطلع لي ب 1.0 5 1، ده الخلية الأولى.
الخلية التانية بعدين اللي هو ال 64 بقسم على 68.5 اللي هو بيطلع لي بصفر فاصلة 934، والكلام ده بواصل فيه لحد ما أصل لآخر قيمة اللي هو 95، عبارة لما تقسمه على 76.5 هيكون عبارة عن 1.242، تمام. بعد ذاك باخد الوسط الحساب اللي كله ربع في السنين المختلفة، يعني في الربع الأول باخد السيزون اندكس الأول زائد السيزون اندكس الثاني زائد السيزون اندكس الثالث مجموعا على 3، بيطلع لي ب1.021، والكلام ده برضه بينطبق على باقي الأربعة التانية. وبالتالي هيكون بالنسبة للربع الأول السيزون اندكس ب1.021، الربع الثاني السيزون اندكس ب0.907، الربع الثالث ب0.889، الربع الرابع ب1.183. لو ملاحظين معانا او لو ملاحظين انه في سنة 2003 اول سيزون اندكس ب1.051، بعد ذاك بيمشي ناقص، يعني بيكون في نزول ب0.934، بعد ذاك تاني نزول ب0.920، بعد ذاك طلوع لأنه هنا ب1.095. ملاحظين من هنا لهنا هيكون في نزول، بعد ذاك تاني نزول، بعد ذاك طلوع. في سنة 2004 من هنا لهنا هيكون في نزول، بعد ذاك تاني نزول، بعد ذاك طلوع. هنا من هنا لهنا نزول، من هنا لهنا نزول، بعد ذلك طلوع. فملاحظين انه في تطابق للأربع في كل سنة، يكون نزول نزول بعد ذلك طلوع، نزول نزول بعد ذلك طلوع. وبالتالي هقوم اخذ الافريج ليهم اللي هو ال 1.021 0.907 اللي هو نزول، 0.889 نزول ثاني، بعد ذلك 1.183 بعد ذلك طلوع، ده الافريج بتاعهم. والملحوظة الثانية إنه المجموع للأربع سيزون إندكسز للأربع أرباع هيكون بيساوي لي 4. لو كان عندي بدل الأرباع عندي الأسابيع، الأسابيع مثلا عندي في كل شهر عندي 7 أسابيع، فبتوقع إنه مجموع السيزون إندكس بالنسبة للأسابيع هيساوي لي 7، لا معلش هيساوي لي 4، لأنه في كل شهر عندي 4 أسابيع هيساوي لي 4. بحسب التقسيمات الموجودة أمام، أو ناخد مثال أوضح من كده اللي هو نقول مثلا ممكن نقول لو أخذنا بالأسابيع وعندنا 5 أيام عمل، 5 أيام عمل في كل أسبوع، فبالتالي السيزون إندكس مجموع المفترض انه بيساوي لي 5، لانه يعني عندي 5 ايام اسابيع، 5 اعمده في كل اسبوع. ودي ملحوظه مهمه يعني. طبعا هو الاربعه انت لما تجي تجمعهم ما حيجيك اكزاكتلي 4، لانك انت اصلا في البدايه هتكون تغرب ل3 خانات، يعني هي القيم دي كلها قيم مغربه، فبالتالي ما حيطلع لك يعني اكزاكتلي 4، ممكن يكون 4.001 ممكن يكون 3.999 أو حاجة بالشكل ده. فدي ملحوظة مهمة. نشوف الخطوة الثالثة بعد ما وجدنا السيزون اندكسز، بقوم بعمل الآتي: بشيل الأكشوال فاليو ال 72 مثلا في الخلية الأولى، بقسم على السيزون اندكس تبعه هو اللي هو ب 1.021 بيطلع عليه ب 71. الخلية اللي بعديها actual value 64 على 0.907 اللي هي ب 71، اللي هو ببساطة باخد المعادلة ذكرتها قبل شوية اللي هو deseasonalized data اللي هو actual value على seasonal index، فبقوم ببني الخلايا دي. فبالتالي القيم الظاهرة أمامنا هنا اللي هو 71 و 71 و 71 63 73 دي الـ smooth data. إذا أنا الجدول الأصلي ده، الجدول الأصلي دي القيم الـ actual values، حولته لأنه يكون عندي smooth data، جدول حولناهم من الجدول الأصلي.
وبعدك برتب الداتا بتاعتي من 1 لحد 12 بالشكل اللي امامك هنا، وبوجد معادلة الانحدار الخط البسيط، بوجد الـ A بوجد الـ B، وبعد كده دار احسب الفوركاست فاليو للربع الاول في سنة 2006. فببساطة هقوم اعوض الـ T بـ 13 في المعادلة بتاعتي اللي هنا دي، لانه هي بعد الـ 12 هيجي 13 في الكودينج بتاع التايم، وبتعلي القيمة بـ 77.82. بعد كده الـ Deseasonalized Value هو أصلاً عبارة عن Actual Value على الـ Seasonalized، ده اللي عارفينه. بعد ذاك الطرفين في الوسطين هيكون الـ Actual Value بيساوي الـ Deseasonalized Data مضروب في الـ Seasonal Index. الـ Deseasonalized Value اللي هو ده اللي هو 77.82 دي، بقوم بضربه في الـ Seasonal Index. هتختار يا تو Seasonal Index، عندي أربع Seasonal Index ظهر امامك هنا، دي سيزون اندكس للربع الاول، ودي سيزون اندكس الربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع. فانت شوف انت اتنبأت عن جاتو ربع من الاربعه، نحن اتنبأنا عند الربع الاول، عند الربع الاول في سنه 2006. فبالتالي الربع الاول السيزون اندكس ب 1.021، هشيل اضربها في الفوركاست فاليو اللي اوجدناه اللي هي 77.82، الناتج بيطلع عليه ب 79.45. لو كان في الربع الثالث مثلا في سنة 2006، ده اتنبأ بالربع الثالث في سنة 2006، الربع الثالث السيزون اندكس ب 0.889، فبشيل ال 0.889 مضربه في الديسيزوناليزد فاليو وبتطلع لي النتيجة. وبالتالي ال 79.45 دي القيمة التنبؤية للربع الأول في سنة 2006. تمام، ولو عندكم أي سؤال الباب مفتوح.